ياسر ريان معانا دلوقتي على التليفون. كابتن ياسر ريان، مساء الخير، برحب بحضرتك، موجود معانا في البيت الكبير، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن هاني، وسلام للاستاذ محمود، وسعيد باللي انا اسمع الكلام الجميل والله. لا احنا بس طمنا الاول على احمد، لان سمعنا يعني كان في حادثه بسيطه كده، طمنا الاول على احمد. لا والله ده اشاعه والله، برضه اشاعات كلها برضه. والله لا حول الله، عايزين يعملوا بلبله. انا كابتن انا كنت مخضوض جدا. طبعا انا يعني برضو سمعت كده، بس الحمد لله انت طمنتنا، لان احمد انا المشكله يا كابتن انا جاي من كنت بتفرج على ماتش الكيرنس والرجاء النهارده. انت عارف احنا ماسكين في لجنه اكتشاف المواد، فانا جاي من ماتش الكيرنس وجاي على الطريق ووصلنا الخبر، فكان في شويه قلق. فالحمد لله طمنت، وكمان اللي منزل الخبر منزله وقت تمرين احمد كمان. طبعا انا مش عارف اتواصل مع حد، مع كابتن حسام الاهلي ولا مع كابتن نادر شوقي ولا مع احمد، فليه تكتر؟ بس الحمد لله طلعت اشاعات مغرضه برضه ضد الولد، فالحمد لله عدت على خير يعني. طب الحمد لله الف يعني اشاعات. بس الغريب برضه يا كابتن ياسر، ان في يعني خلال اليومين اللي فاتوا ديت اثاره مشكله من لا مشكله، ويمكن انا سمعتك وانت بتتكلم، وانت يعني كلمت احمد واستفسرت منه على الواقع، قال لك طبعا ما فيش حاجه. فقول لنا برضو اليومين اللي فاتوا دول انت اتعاملت ازاي، واحمد اتعامل ازاي مع الازمه يعني المصنوعه اللي صنعها بعض السوشيال ميديا وبعض الناس ليها غرض ما يعني. بص يا كابتن هاني، هي المشكله في ايه؟ دلوقتي يعني الكابتن طارق يحيى، انا اولا قلت له احمد ده مش انا اللي مربيه ككروي، النادي الاهلي اللي مربوه ده حقيقه احمد. صحيح. 9 سنين او 8 سنين جوه النادي الاهلي. مظبوط. وسلوكيا واخلاقيا هو، وكان ايهاب وايهاب ابنه وايهاب ابني الكبير برضه نفس السلوك ونفس الاخلاق. تمام. انا مش عمري، انا اول لما يحصل المشكله انا بفتح التلفزيون بصوت بعض مباراه الزمالك والجونه، لقيت الكابتن طارق بيتكلم بطريقه مش كويسه على احمد، شتم وعمل وكلام مش منطقي خالص يتقال. فاول حاجه عملتها اتصلت باحمد، قلت له احمد حصل منك اي حاجه ضد الكابتن طارق وضد نادي الزمالك؟ قال لي لا بابا، ولا كلمته ولا شفته، وطالعين احنا مع بعض الفرقتين. فقلت لا، قلت له طب ما تطلع تتكلم ترد، علشان برضه الناس قال انت عارف احنا ممنوعين الكابتن حسام غالي ممنوع ان نتكلم. صحيح. فحبيت انا اعمل المداخله عشان اوضح الصوره. طبعا من حقك طبعا. للراي العام ما ينفعش الولد يبقى قاعد كده والناس بتحارب. كلمت الكابتن طارق قلت له دخلت كابتن طارق ده ما الاستاذ محمود صبري فعلا بيتكلم، انت حل مشكله بن شرقي الاول. هو حب يدي اتجاه اعلام يخلي الناس تتكلم في حاجه ثانيه، شاف مين؟ احمد ياسر ريان. فقلت له حتى على الهواء، قلت له يا كابتن طارق حتى لو انت ابن عمل حاجه زي كده وانت مش عايز تعمل حاجه اسمها احتقان زي ما انت بتقول، ارفع التليفون عليا وكلمني وقول له تحصل من احمد 1 2 3، انا هخلي احمد يعتذر لك. لكن احمد ما حصلش منه حاجه اصلا، عمل زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن هاني، عمل مشكله بلا مشكله اصلا. صحيح، ده حقيقي. يعني انت لو حتى الواد لو اللعيبه انت عارف وانت لعيب كوره، ممكن ابقى طالع من الملعب وحسيت الحكم جه عليا او ظلمني او خسرني المباراه، عادي جدا ان انا اتفضفض. عادي في ورده في الكوره لو حصلت. لا وارد في الكوره، لكن انت زي ما بتقول كابتن ياسر هو تربيه النادي الاهلي واحنا مش متعود. ايوه سامعني يا كابتن ياسر؟ طيب لو الخط قطع نحاول نرجع تاني لكابتن ياسر. كابتن ياسر كنا كابتن ياسر اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم وكابتن محمود كان استاذ محمود كان بيتكلم برضو على النقطه كانت مهمه جدا، ان هو ما دليلك ان احمد قال الكلام دوت، وانت زي ما بتقول يا كابتن ياسر انت نفسك سالته، واحنا كمان عارفين، ويمكن تفتكر كابتن ياسر ان انا كلمتك ان احمد كنت عايزه من 3 سنين في نادي الاتحاد. ده حقيقي. فالولد مؤدب جدا، لكن تحويل القصة علشان تداري موضوع تاني بهذا الاسلوب، انا بحييك ان انت تدخلت وان انت لغاية دلوقتي بترد، يعني ده حقك. كابتن عمل مداخلة بعدي بقول البرق بعد تاني بره احمد، يعني هو اللي برقه قال لك لا انا الواد لعب كرة كويس، وانا بس حسيت اللي هو حسيت ايه وكلمت في ايه حسيت انت بتتكلم. والله طلع كابتن قال لك حسيت ان هو جدمني يعني. لا انا سامع بيقول لك ان كان المسافه بينه وبينه 7 متر 7 متر، يعني انت ما سمعتش الوقت يعني 7 متر احمد الكاميرا جابته وهو داخل. الكابتن طارق كان واقف في الملعب لسه ما خرجش من الملعب. وعلى فكره حصل في ناس كلمتني اللي نعمل مداخله النهارده، وهو انا رفضت تمام. ليه؟
انا ما احبش اعمل مداخلات كده يا كابتن هاني في حاجه انا اكبر منها. ده حقيقي. والنادي اللي انا اكبر منها وابني الحمد لله ابن كبير صغير وبيعرف يفكر وبيعرف يختار التوقيت اللي يتكلم. يعني هو الكابتن طارق يحيى بعد المداخله ديت طلع تاني وقال لك لا فعلا الولد ما عملش حاجه، بس انا كان متهيألي انه بيشتم يعني؟ اه والله والله مع الكابتن ازاي بعدها وده حب يتخانق. انا رفضت ادخل ليه يا كابتن هاني؟ لما انا اغلط او حد يغلط في لنا جيل كبير وانت بتقول ابقى ابوه زميلي ومن صحيح اللي كانت من جيل ماشي ارفع التليفون عليا وكلمني. ده حقيقي. وقول لي حصل من احمد كذا انا هعمل مداخله. كنت اجي احمد اقول له خد تليفون الكابتن طارق واعتذر له. ما ينفعش ان انت برضه السنه اللي فاتت يا كابتن هاني نفس المشكله لما احمد جاب جون في الزمالك عملوا عليه مشكله قد ما الواد بعد ما جاب الكوره من الجون راح يسنطرها. هو احمد متربي على عايز عايز يجيب جون والتاني ويكسب. ده دي طبيعه اللعيب النادي الاهلي. وانا احمد كلها اللي جابها او اللي زمان اللي بيجيبوها له بيجيبها هو بيروح يجيب الكره من الجون عشان يتمطر. هو طبعه كده. هم بقى بيخلقوا لاحمد مشكله بينا مشكله ويدخلوه في اي طرف اي حاجه في اي طرف يدخلوه فيه. فالحمد لله انا يعني انا حبيت ارد باحترام وادب وفي نفس الوقت احنا متربيين في النادي الاهلي حقيقي. انا والكابتن هاني واجيال كتير جدا في النادي الاهلي بما فيهم ولادي. اكيد احنا كمان يعني احمد من اللعيبه ايوه ايوه اتفضل يا كابتن ياسر. الشبكه بس الشبكه وحشه شويه. طيب هنرجع لك تاني لكن معاك الاستاذ محمود. والله الاستاذ محمود بيتكلم كلام منطقي وكلام واقعي. يعني بدل مثلا ما كابتن طارق كان يتكلم في حاجه خارج الملعب يتكلم في داخل الملعب وكان هيرفع تقرير للراجل المدير الفني اللي جاي يرفع له التقرير بالحالات اللعيبه اللي موجوده الفنيه كان يبعد عن 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 الجزء ده خالص تماما. لكن هو طبعا يعني انا الحمد لله الحمد لله رديت بالنيابه عن ابني وعن لعيب الحمد لله عمره كابتن هنا اللي انا مستغرب له اللي هو بيقول كلام عمره ما يطلع احمد يطلع من بقه كلمه احمد عمره حتى لاحظ في الماتشات عمره ما بغلط في حد ولا بيتكلم مع حد سواء مع منتخب اولمبي ولا مع صحيح. الفتره اللي قعدها كان موجود في نادي الاهلي او معار مع نادي الجونه لا لا طبعا احنا كلنا ثقه وكلنا عارفين اخلاق احمد وده متربي في النادي الاهلي وعارفين اخلاقياته تماما وبنشكرك كابتن ياسر على المداخله ومنتظرينك بقى ياسر تنورنا في البيت الكبير ان شاء الله قريب. والله تنورنا والله تنورنا والله حبيبي تنورنا. شكرا شكرا كابتن ياسر ريان شكرا جزيلا.